السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المشاهدين ديالي الأعزاء، مرحبا بكم عندي في قناتي لاباس تي في في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم معكم سيجار معمرين بالبطاطا، ساهلين وكيجيو لذاد. اللي احتاجت فيها 800 غرام تقريبا ديال البطاطا اللي سلقتها في الماء وربزتها بلوحل الفرشات، وزدفت لها شوية ديال الملحة وشوية ديال الفلفل الأسود، وزدت له شوية ديال رقائق ديال الفلفل الأحمر أو البابريكا، عندي أنا حارة شوية نص معلقة صغيرة، وضفت لها بودرة الثوم. إلا ما عندكمش ديروا شوية ديال الثوم خضر. عندي جوج معلقة كبار ديال المعدنوس وربعة الحبات ديال الشالوت، وزدت واحد الحفنة ديال الجبن. يمكن لكم تزيدوا الجبن مثلت، جوج ديال الجبن انا ما توفرش عندي، وزدت معلقه كبيره حتى لجوج معالق كبارين ديال الزيت. حركت هذا الخليط مزيان، وانا عندي هذه الورقه المثلته اللي كنجيبها على الاتراك، يمكن لكم تستعملوا الورقه ديال البسطيله. وعندي شويه ديال الماء باش غادي نلصق هذه الورقه. هذه خديت واحد الورقه درت فيها شويه ديال البطاطا، جمعت الجوانب صافي ولويتها حتى الاخر. غادي نلصقها بشويه ديال الماء. شويه ديال الماء وغادي تلصق لينا. غادي نعاود معكم وحده اخرى. هما راهم ساهلين كيوجدوا بسرعه وكيجيو لذادين. وهكا استمريت حتى كملت الورقه ديالي كامله. فواحد المقلاة درت فيها الزيت، خليتها حتى تسخنت وقليت فيها السيجار ديالي. نبقاو نقلبوهم حتى ياخذوا اللون الذهبي. وها هما السيجار ديالنا واجدين. صدقوني كيجيو لذادين بزاف. من بعد ما كملت السيجار ديالي جا على هذا الشكل. هذا مشاهدين ديالي الاعزاء، ان شاء الله تكون هذه الوصفة عجباتكم. شكرا على حسن المتابعة، الى فيديو اخر ان شاء الله.